بسم الله الرحمن الرحيم. السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم في هذا الاجتماع المهم الذي يعقد بالشراكة بين مصر والسكرتير العام للأمم المتحدة، والذي كنت أتطلع للتواجد فيه معكم لولا ظروف طارئة. حالت دون تمكني من التواجد في نيويورك. منذ نحو عام مضى شاركنا معا في هذا الاجتماع في إطار الإعداد لقمة المناخ في المملكة المتحدة. واليوم ونحن على بعد أسابيع قليلة من قمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، فإننا نجتمع مرة أخرى في ظل أحداث جرت على مدار العام الماضي، تسببت في أزمات سياسية وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد طالت آثارها شتى أنحاء العالم. إن هذه التحديات تمثل ولا شك أعباء إضافية على دولنا جميعا وخاصة النامية منها.